مرة أخرى مشاهدينا بجدد تحية بحضراتكم، وسريعا ننتقل إلى استاد الجيش ببرج العرب للتعرف طبعا على آراء المدير الفني مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رفقة الزميل العزيز أسامة عقدة اللي أجرى معاه لقاء عقب انتهاء المباراة وفوز فريقه بهدف مقابل لا شيء على سيراميكا كليوباترا. نشوف اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرة ثانية من استاد الجيش المصري برج العرب وعقب فوز نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء، معي الان مستر زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. في البداية عايز ارحب بيه على شاشة اون تايم سبورتس، ببارك له على النتيجة النهاردة، فوز غالي، اعتقد فوز ثالث على التوالي يعني مزيد من الانتصارات لنادي الاتحاد في الفترة اللي جاية. شكرا. Very important. Molto importante estas três vitórias e hoje foi vitória mais difícil contra uma excelente equipa que hoje já representou Cerámica, uma excelente plantel e uma excelente equipa. طبعا بهني الفريق على ثلاث انتصارات متتاليه، والنهارده كان الانتصار الاهم بالنسبه لنا، كنا بنلعب فريق سيراميكا كان فريق ممتاز جدا في الملعب. Sabemos Cerámica tinha muito bom jogador, para isso a estratégia foi guardar e tentar na contra-ataque surpreender. E na final ده الريزلتات. عارفين ان فريق سيراميكا يمتلك لاعبين كويسين جدا جدا جدا، وخصوصا في التحول الهجومي والدفاعي، لكن الحمد لله قدرنا باستراتيجيه داخل الملعب نقفل عليهم ونلعب عليهم كويس. هل يعني التراجع من نادي الاتحاد السكندري كان ممكن يكلف الفريق النهارده ان هو يخسر الثلاثة بونت او يتعادل؟ ليه ما سالتوش؟ Porque me não perguntar este excelente golo da Ahmed Daid? Ele كان جول ممتاز جدا على خلاص احمد دايد. Para mim most importante é sacrificio da equipa toda e um excelente gol da um jovem que ano passado jogou na segunda divisão. O شاب ما كانش يستحق ان هو يلعب في الدوري الممتاز درجه ثانيه، لكن هو السنه دي بيلعب معانا دوري ممتاز فهو يستحق ده. E neste momento algumas melhor alas da Liga Egípcia. من احسن الاجنحه في الدوري المصري الان. شكرا. احمد عيد واحد من اهم المكاسب اللي بيكتسبها نادي الاتحاد في هذا الموسم. احمد عيد كيف كنت تعرفون ايه؟ سي هو فيتوريا دا تو دا ايكيبا. نيجينتا فريند ايكيبا. ما فيش اي حد قدام الفريق طبعا بالنسبه لفريق كامل. دابويس انديفيدوايس ماش بريمير ايكيبا بوركي اوجي فوي اون سكريفيسيو. بالنسبه له الاهم الفريق. دورانت 6 مينوت كونسيجيموش deixar nossa baliza invicta como nós guardareis Magdi na baliza. على مجريات بالاكسترا تايم الحكم حسبه قدرنا نحافظ على ان اهدافنا ما فيش تقبلناش اهداف خلال المباراه. E conseguimos sair 3-4 contra-ataque muito bons onde tínhamos oportunidades para aumentar. وقدرنا نطلع بكونتر اتاك قصاد فريق سيراميكا اربع او ثلاث مرات وكنا ممكن نحرز هدفين او ثلاثه. Parabéns para a minha equipa e também parabéns para a equipa da Cerámica hoje praticar bom futebol. طبعا بيهني الفريق النهارده وبيبارك برضه الفريق سيراميكا على الكره اللي هم قدموها النهارده في ارضيه الملعب. الفوز الثالث على التوالي لنادي الاتحاد السكندري، ازاي هيقدر يساعد حضرتك الفتره اللي جايه انك يعني مزيد من الانتصارات لنادي الاتحاد والعوده لكره الاتحاد الجميله؟ نص جوغامو جوجو كادا جوج. احنا بناخد مباراه بمباراه. جوجو ماش ديفيسيل بروسيمو جوج. طبعا المباراه الاصعب المباراه القادمه قدام نادي بيراميدز. 15 jogador quase jogar 4 jogos e 10 dias que é muito difícil. 15 لعيب تقريبا لعبوا 3 4 مباريات خلال 10 ايام، صعب جدا بالنسبه لنا. Mas vamos ter tempo para descansar e preparar o próximo jogo que é muito difícil. احنا نريح اللعيبه بتاعتنا وان شاء الله باذن الله يكون ماتش بالنسبه لنا قوي وتحدي، خصوصا ان هو خارج الديار. شايف ان هو يعني بيحب يعتمد على اللاعبين الشباب بصوره كبيره، يعني الرؤيه دي بقى اللي هو شايفها الفتره اللي جايه مع نادي الاتحاد ازاي؟ ميودوس ده آل اتحاد شباب نادي الاتحاد ايه فوتورو ده كلوب طبعا هو مستقبل الفريق كاكر ميود كا سايدرز اشكولا ده اتحاد اي بين فيتو ده بريميرا ايكيبا اي شاب يطلع من اكاديمية نادي الاتحاد ده طبعا مكسب للفريق الاول بوركي اوجي جا فوي كوم ايكيبا بلال اي اموري بريميرا ليج في القائمة معانا عموري وبلال اول مرة quer dizer tudo tem oportunidade que trabalha vai jogar não vai jogar nomes força não é lá اذا هي خطة ما بينك وما بين مجلس الإدارة لبناء فريق للمستقبل. Objetivo contra ou com moderação para fazer o futuro do clube. No, quando eu cheguei aqui, lama وصل هنا, dia 10 de setembro, eu só prometi vamos ficar melhor da 12º lugar. قال ان شاء الله باذن الله ان احنا هنكون في مكان افضل من الموسم اللي فات. Esta é a minha promessa. بس هو ده الوعد اللي اداه للاداره.
muito obrigado e boa sorte. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائي مع مستر زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عقب فوز فريقه بهدف مقابل لا شيء. الآن عودة ليك زميل العزيز محمد غانم، تفضل. كل الشكر لزميل العزيز أسامة عودة اللي أجرى هذا اللقاء الهام مع المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش عقب فوز فريق الاتحاد السكندري على فريق سيراميكا كليوباترا. نطلع لفاصل.